بسم الله الرحمن الرحيم. المجاهدة يعني مجاهدة الإنسان نفسه ومجاهدته غيره. فأما مجاهدة الإنسان نفسه فإنها من أشق الأشياء، ولا تتم مجاهدة الغير إلا بمجاهدة النفس أولا. ومجاهدة النفس تكون على شيئين، يعني أن الإنسان يجاهد نفسه على شيئين: على فعل الطاعات وعلى ترك المعاصي. لأن فعل الطاعات ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه، وترك المعاصي كذلك ثقيل على النفس إلا من خففه الله عليه. فيتحتاج النفس إلى مجاهدة، لا سيما مع قلة الرغبة في الخير، فإن الإنسان يعاني من نفسه معاناة شديدة ليحملها على فعل الخير. ومن أهم ما يكون في هذا مجاهدة النفس على الإخلاص لله عز وجل في العبادة، فإن الإخلاص أمره عظيم وشاق جدا، حتى إن بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. ولهذا كان جزاء المخلصين أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرمه الله على النار. لكن متى يكون هذا الأمر؟ هذا الأمر شديد جدا. فالمجاهدة على فعل على الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس، لأن النفوس لها حظوظ. الإنسان يحب أن يكون مرموقا عند الناس، يحب أن يكون محترما بين الناس، يحب أن يقال إن هذا رجل عابد، هذا رجل فيه كذا وكذا من خصال الخير. فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب ويحمله على الرياء، على مراءة الناس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به، يعني أظهر أمره للناس حتى ينكشف والعياذ بالله. كذلك أيضا مما يجاهد الإنسان نفسه عليه فعل الطاعات الشاقة، مثل الصوم، فإن الصوم من أشق ما يكون على النفوس، لأن فيه ترك المألوف من طعام وشراب ونكاح، فتجده يكون شاقا على الناس إلا من يسره الله عليه وخففه عنه. تجد بعض الناس مثلا في رمضان، إذا دخل رمضان وكأنما وضع على ظهره جبل والعياذ بالله، لأنه يستثقل الصوم ويرى أنه شاق، حتى إن بعضهم يجعل حظ نهاره النوم وحظ ليله السهر في أمر لا خير له فيه، كل ذلك من أجل مشقة هذه العبادة عليه. كذلك أيضا من الأشياء التي تحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة الإنسان على الصلاة مع الجماعة، يعني أن كثيرا من الناس يسهل عليه أن يصلي في بيته، لكن يشق عليه أن يصلي مع الجماعة في المساجد، فتجده مع نفسه في جهاد، يقول: أصبر، أقضي هذا الشغل، أفعل كذا، حتى يسوف فتفوته صلاة الجماعة. وهذه أعني ثقل صلاة الجماعة على الإنسان تدل على أن في قلب الإنسان نفاقا، تدل على أن في قلبه نفاقا. ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هذا يحتاج إلى مجاهد. أما المحرم فما أكثر المحرمات التي يشق على بعض الناس تركها، تجده يعتاد على فعل محرم ويشق عليه تركه. ولنضرب لهذا مثلين: المثل الأول الدخان، فإن كثيرا من الناس ابتلي بشرب الدخان، وشرب الدخان أول ما خرج الدخان اختلف العلماء فيه، منهم من قال إنه حلال، ومنهم من قال إنه حرام،
ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من ألحقه بالخمر حتى أوجب الحد على شاربه. ولكن بعد أن مضت الأيام تبينا لا مجال للشك فيه أنه حرام، لأن الأطباء أجمعوا على أنه مضر بالصحة وأنه سبب لأمراض مستعصية تؤدي بالإنسان إلى الموت. ولهذا نجد بعض المدخنين يموت وهو يكلمك، يموت وهو على فراشه، إذا حمل أدنى شيء انقطع قلبه ومات. وهذا يدل على أنه ضاع، والشيء الضار محرم على الإنسان، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يشق على بعض المبتلين بهذا يشق عليه أن يدعه، مع أنه لو عود نفسه على تركه شيئا فشيئا لسهل عليه الأمر، لو تركه شيئا فشيئا وأبعد عن الذين يشربونه وصار يكره شم رائحته لهان عليه الأمر. لكن المسألة تحتاج إلى عزيمة قوية وإيمان صادق. الثاني مما يشق على كثير من الناس، وقد ابتلي به كثير من الناس، حلق اللحى، فإن حلق اللحية محرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خالف المجوس، خالف المشركين، وفروا اللحى وحفوا الشوارب. وكثير من الناس قد غلبته نفسه فصار يحلق لحيته، ولا أدري ماذا يجني من حلق اللحية، أي شيء يجني؟ لا يجني إلا معاصي تتراكم عليه حتى تضعف إيمانه والعياذ بالله. لأن من مذهب أهل السنة والجماعة أن المعاصي تنقص الإيمان، فيكتسب معاصي تنقص إيمانه، مع أنه لا يزيد نشاطا ولا صحة ولا تندفع عنه بذلك أمراض، ولكنه ابتلي بهذا الشيء وصار شاقا عليه. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه على فعل الأوامر وعلى ترك النواهي حتى يكون من المجاهدين في الله عز وجل. وقد قال الله تعالى في جزائهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله